بدأت الولايات المتحدة تعيد تقييم خطواتها التالية فيما يتعلق باتفاق انتقالي كانت طرحته على طاولة التفاوض خلال الأسابيع الماضية تحت شعار قبوله أو رفضه حسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون. صحيفة هآرس نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تواصل العمل لتقليص الخلافات بشأن الصفقة، حيث يجري مدير CIA ويليام بيرنز محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر لتعديل تفاصيل المقترح. حول هذا الموضوع رحب ضيفي من واشنطن الدكتور عبد الحميد الصيام المختص في الشأن الأمريكي ومن الخليل المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد. أهلا بكما دكتور عبد الحميد. سأبدأ معك من واشنطن، برأيك هل تبقى ما يمكن تعديله طوال الأشهر التي مضت وكذلك الجولات المتكررة التي قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى المنطقة؟ شكرا سيد طارق، تحية لك وللمشاهدين الكرام ولقناة المملكة. فقط أنا أذكر أنني في نيويورك ولست في واشنطن. عذرا منك سيدي. لا سيدي، الحقيقة أن الولايات المتحدة دائما تحاول أن تكسب مزيدا من الوقت لإعطاء نتنياهو والحكومة الإسرائيلية فرصة أطول لحسم الصراع. الذي طرحه نتنياهو منذ اليوم الأول بأنه سيحسم الصراع عسكريا، وأنه لن يقبل بالتفاوض، وأنه سينهي أو يهزم ما سماه حركة المقاومة، وبالتالي يعني كل ما تقوم به الولايات المتحدة هي أكثر من دور المراسل وليس دور الوسيط. عندما طرح بايدن في 31 أيار مايو مشروعه المتكامل والذي وصفه بأنه مشروع إسرائيل، ثم جاء به إلى مجلس الأمن واعتمد قرارا رسميا في 10 حزيران تحت الرقم 37-35، والذي قال انه مسودة قرار او افكار اسرائيلية. حركة حماس قبلت به في 2 تموز يوليو الماضي، قبلت به كما هو. ما الذي اذا عطل قرار رسمي اعتمد في مجلس الامن وصيغة إسرائيليا واعتمده بايدن في خطاب رسمي على التلفزيون في 31 أيار الماضي؟ لماذا لم ينفذ؟ لماذا الذي يضع شروطا جديدة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، رغما عن اعتراض بعض رموز حكومته، يضيف شروطا جديدة، وشروطه الأخيرة حول محور فيلادلفيا واضح تماما أنه يريد أن يعطل عملية المفاوضات. حركة حماس منذ اليوم الأول وافقت على قضية المفاوضات على أساس وقف الحرب وإيصال المساعدات وتبادل الأسرى والمعتقلين مقابل الرهائن وعودة اللاجئين والمهجرين إلى بيوتهم، ولكن وقف الحرب نهائيا وليس للعودة مرة أخرى. وهذا ما لا يريده نتنياهو ورموز حكومته المتطرفة مرة وراء مرة. والولايات المتحدة تعيد صياغة الأمور لتعطي إسرائيل فرصة أطول وأطول وأطول، ولكن لغاية الآن لم يستقر رأي الإدارة الأمريكية تماما على وقف إطلاق النار يفرض فرضا كما قيل لنا قبل أيام، هذا أو لا، يعني إما تقبلوه كليا أو سننسحب تماما من المفاوضات. هذا لم يحدث لغاية الآن. طيب أستاذ عادل، السؤال خاصة في الآونة الأخيرة جرى الحديث كثيرا عن محور فيلادلفيا والمطالبة الفلسطينية، مطالبة المقاومة بانسحاب كامل. ما هي الغاية من تحويل نتنياهو النقاش العام نحو قضية محور فيلادلفيا؟ تحياتي لك وللمشاهدين ولضيفك ولمنبركم. يعني بتقديري مسألة محور فيلادلفيا، مع أنه الأغلبية بالشارع الإسرائيلي كما بالنخبة العسكرية والأمنية لا يرون بحيوية وضرورية إبقاء الجيش الإسرائيلي هناك،
ولكن أعتقد أنه بنيامين نتنياهو أراد من ذلك والضغط على مصر أولا، وثم وضع حركة حماس وباقي القوى المقاومة أمام خيارين. الأول تمثل بقبولهم بهذا التموضع العسكري الاحتلالي على هذا المحور الفلسطيني، يعني قبولهم بالاحتلال، وهذا يعني أنهم يعني سلموا رقابهم ورقاب شعبنا في غزة إلى للسيف الإسرائيلي. وفي حال رفض ذلك، وهذا ما يريد بنيامين نتنياهو، على الأقل أن يحمل نتنياهو حركة حماس مسؤولية ذلك. ولكن في هذه الجزئية لم ينجح بنيامين نتنياهو لكثير من الأسباب، أولاها أنه ليس الرفض فقط من قبل حركة حماس، إنما شبه هنالك موقف رسمي عربي، الأردن، مصر، عدة دول عربية والسلطة الفلسطينية، مواقفهم منسجمة بشكل واضح مع موقف الفصائل الفلسطينية حول ذلك. أعتقد أنه أيضا نتنياهو في إصراره على موضوع فيلادلفيا، وخاصة أنه تبنى خطابا من شأنه أن يخلق حالة إجماع على إبقاء الجيش الإسرائيلي في هذا المحور، وجعل مستقبل بقاء إسرائيل بالمنطقة مرتبط بالوجود الإسرائيلي على هذا المحور، ويبرر ذلك أنه لو كان هنالك تموضعا عسكريا على هذا المحور لما حدث 7 أكتوبر، وأن الانسحاب منه يعني استدعاء 7 أكتوبر جديد. أظن أنه فشل نتنياهو في تمرير هذا الخطاب بالشارع الإسرائيلي، ولكن هنالك أيضا سببا آخر يراد منه إبعاد الرأي العام الإسرائيلي عن نقاش مسألة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في ظل تصاعد واضح في الاحتجاجات والمظاهرات بالشارع، المطالبة بنيامين نتنياهو بإعطاء الأولوية لهؤلاء الأسرى واستعادتهم. بالتالي نتنياهو يريد أخذ المنطقة باتجاه هذا النقاش، وأظن أنه يعني نجح في إضعاف الحراك إلى حد ما بالشارع الإسرائيلي، لكنه حتى اللحظة لم ينجح بفرض رؤيته حول موضوع التموضع العسكري على المحور، لطالما أن القادة العسكريين والأمنيين يشككون في جدوى وأهمية ذلك. نعم. دكتور عبد الحميد، ضيفي من نيويورك، ذكرت بأن الولايات المتحدة لا تريد فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، لكن في المقابل أليس لها مصلحة الإدارة الديمقراطية في وقف إطلاق النار، وهي يعني تقترب من الانتخابات، انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ هذا صحيح، يعني هناك انتخابات، ويريد بايدن أن ينهي دورته الأولى بإنجاز ما على هذا المستوى، حتى يقول إن الحرب التي حصلت في سنته الأخيرة في البيت الأبيض استطاع أن يلمها وأن يوقف القتال قبل خروجه من البيت الأبيض، لكنه يسير على في حق الألغام، لأن هناك تأييدا كبيرا من الحزب الجمهوري خاصة للموقف الإسرائيلي، وهو لا يريد أن يوصف بأنه متساهل مع قضية حركات المقاومة، فهو يريد أن يكون وقف إطلاق النار عن قناعة من الجانب الإسرائيلي، وهذا ما يستغله نتنياهو تماما. نتنياهو أعتقد أنه يماطل حتى تنتهي هذه الإدارة، ويأتي أو هو يعتقد أن إذا انتخب الجمهوريون برئاسة دونالد ترامب فسيكون وضعه أفضل بكثير من وضعه الآن مع الحزب الديمقراطي، لذلك غير معني أن يقدم جائزة لبايدن في سنته الأخيرة أو شهوره الأخيرة، لكن الحزب يحاول الآن، وكمالا هاريس تحاول أن يكون خطابها مختلفا قليلا عن خطاب بايدن، وتريد أن تنجز هذا حتى تتفرغ للانتخابات، ويكون يعني تكون بندا في إنجازاتها أو إنجازات إدارة بايدن، وهي جزء من تلك الإدارة، وتقدمه للناخب على أنها هي التي صنعت السلام في الشرق الأوسط، وهذا ما يفهمه مرة أخرى نتنياهو. يريد بالعكس، هو يريد أن يوسع الحرب، وعندما كلما يتفق مع الإدارة الأمريكية على التهدئة يقوم بحركة ما لتوسيع نطاق الحرب، مثل ما عمل عندما قام بمهاجمة القنصلية الإيرانية في دمشق،
واستطاعت الولايات المتحدة أن تشمل الموضوع وأن تهدئ الأمور بينهما بعد ما قامت به إيران في أبريل الماضي. لكن مرة أخرى قام باغتيال إسماعيل هنية في إيران ليوسع نطاق الحرب، واغتيال كذلك قيادات من حزب الله في الضاحية في المناطق المكتظة بالمدنيين حتى يوسع الحرب. هو لا يريد بهذه الحرب أن تتوقف لأنها مرتبطة أيضا بمصيره السياسي. هو يعرف أن اليوم التي تتوقف فيه حرب الإبادة هذه سيكون ربما يومه الأخير في رئاسة الوزراء، لذلك من مصلحته أن يماطل ويسوف ويتملص ويفرض شروطا جديدة حتى لا تنتهي هذه الحرب. لكن دعني أسألك دكتور عبد الحميد، يعني ما هي الوسيلة إذا كانت الولايات المتحدة تدرك ذلك، إذا كان رئيس أمريكي بايدن يريد أن يخرج من البيت الأبيض بإرث، أليس ثمة وسيلة ضغط تستطيع الإدارة الأمريكية أن تمارسها على بنيامين نتنياهو؟ لا نسمع غير الكلام من إدارة بايدن، بينما المطلوب أن يكون هناك نوع من الضغط كي تتوقف هذه الحرب العبثية. في كل يوم يمر يذهب الكثير من الشهداء وتدمر غزة أكثر، ماذا ينتظر أكثر من ذلك؟ يعني هذه المعضلة التي يقع فيها أي رئيس في الولايات المتحدة، لأن اللابيات المؤيدة للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة قوية وشرسة، وخاصة في الشهور هذه، وهو لا يريد أن يصطدم معها بشكل مباشر، خاصة أن هناك من سيستغل هذا. الإدارة الأمريكية تستطيع أن توقف الحرب فورا في أي لحظة تريد، ولو أعلنت حقيقة عن وقف الأسلحة التسليح لإسرائيل. حتى بريطانيا خجلت من نفسها وأوقفت بعض المعدات العسكرية والاتفاقية لإرسال الأسلحة لإسرائيل. أما إدارة بايدن فلا تستطيع أن تقوم بذلك، لأن هناك من سيستغل ذلك. هم كما قلت يسيرون في حقل الألغام، فإذا شددوا على إسرائيل وضغطوا عليها كثيرا تستغل لصالح الحزب الجمهوري، وإذا لم يضغطوا فيتهمون بأنهم غير جادين في وقف إطلاق النار. لكن ما يجري الآن هو أن الولايات المتحدة غير معنية حقيقة بشكل جاد أن توقف وقف إطلاق النار، ولو أرادت ذلك لاستطاعت أن توقفه غدا أو بعد غد. لا تستطيع الولايات إسرائيل أن ترفض طلبا جادا للولايات المتحدة. هذا ما يعرفه الجميع ويعرف الكل، أن الولايات المتحدة لديها أوراق ضغط على الكيان الصهيوني حقيقة، لكنها تخشى في فترة الانتخابات هذه أن تحسب هذه الأمور لصالح الحزب الجمهوري، وهو ما لا يريدونه الآن، لأن الحزبين الآن يكادان يكونان كفرسي رهان متقاربان جدا في استطلاعات الرأي. أستاذ عادل، طالما اليوم هذه المحادثات مجمدة موضوعة في ثلاجة إنجاز التعبير، هل هناك في الداخل الإسرائيلي من يحذر من أنه إذا ما فشلت هذه المحادثات أو توقفت فإن لذلك تداعيات؟ يعني بالتأكيد يعني هذا الواقع موجود، ولكن طبيعة الانقسامات العميقة الحادة بالوقت الحالي التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي وبالمنظومة السياسية والأمنية تجعل يعني من قدرة تلك المواقف والاحتجاجات والأصوات ضعيفة للتأثير على بنيامين نتنياهو، وخاصة أنه اليوم الذين يرفعون هذا الصوت ويقودون هذا الاحتجاج يحسبون على خصوم بنيامين نتنياهو السياسيين وليسوا من مؤيديه ومن ناخبيه، بالتالي لا يأبه نتنياهو كثيرا، بمعنى أنه إسرائيل القديمة التي كانت قبل 7 أكتوبر والتي كانت يعني تحسب حساب لنزول عشرات الألوف أو مئات الألوف إلى الشارع الإسرائيلي اليوم لم تعد قائمة نهائيا، وشهدنا بالأمس يعني كان مجموع الذين نزلوا إلى الشوارع في حيفا والقدس وتل أبيب ومناطق أخرى كان حوالي 3/4 مليون ولم يغير شيئا بالواقع، لسبب بسيط أنه هنالك قرارا لدى حكومة بنيامين نتنياهو، ولا أقول لدى بنيامين نتنياهو إنما لدى حكومة بنيامين نتنياهو بعدم وقف إطلاق النار وعدم إبرام الصفقة. وما حدث قبل أسبوعين حين مررت الحكومة قرارا برفض الانسحاب من محور فيلادلفيا
هذا يؤكد أن المسألة لا تخص فقط بنيامين نتنياهو كما يحاول البعض في العالم العربي تصويره، كأن إسرائيل المجتمع والسياسي والأمن كلهم مجمعين على ضرورة وقف إطلاق النار باستثناء بنيامين نتنياهو. صحيح أن الأغلبية في إسرائيل مع إعادة الأسرى لكنها ليست مع وقف إطلاق النار، هنالك شريحة تقول يجب إعطاء الأولوية لإعادة المحتجزين قبل وفاتهم ومقتلهم بالأنفاق، ولكن يجب العودة إلى القتال بعد ذلك. ولكن حتى اللحظة هنالك على الأقل ثلث المجتمع اليهودي تنسجم مواقفه مع مواقف بنيامين نتنياهو والتيار الديني القومي بالحكومة الذين يرفضون إعطاء الأولوية لإعادة الأسرى حتى وإن ماتوا بالأنفاق. معنى أنه نحن اليوم في إسرائيل الجديدة أصبحت قضية الأسرى الإسرائيليين محل خلاف ومحل نقاش، لم تعد يعني تلك المسألة المقدسة التي تحظى بإجماع المجتمع اليهودي كما كانت سابقا قضية جلعاد شليت ورون أراد وغيرهم من الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا بالأسر مع المقاومات سواء الفلسطينية أو العربية الأخرى. هذا المشهد يعني يجب أن يكون حاضرا. بالتالي نتنياهو حين يذهب للمفاوضات لا يذهب على القاعدة التي تذهب إليها حركة حماس من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار. نتنياهو ذاهب للمفاوضات لتحقيق مجموعة من الأهداف، أولاها كسب المزيد من الوقت، ثم إفشال المفاوضات من خلال المفاوضات وليس من خارجها، والأهم من ذلك هو مواجهة خصومه بالشارع الإسرائيلي، لأنه ذهب إلى المفاوضات ولم يعني يتوانى عن بذل كل ما هو مطلوب من أجل التوصل إلى صفقة، وإن كان هذا الخطاب يتنافى بشكل هام بالواقع. أعتقد أنه الأزمة عند الأمريكي، الأمريكي كما تحدث ضيفك من نيويورك لا يريد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإن أراد ذلك ويريد ما يريد بنيامين نتنياهو وهو التوصل إلى المرحلة الأولى فقط، واللي بموجبها يتم تحقيق مجموعة من الأمور، تأمين إعادة الحد الأقصى من الأسرى المدنيين الإسرائيليين كبار السن والمرضى والنساء وما شابه، ثم إعطاء الجيش فترة زمنية لست أسابيع ليعيد تنظيم ذاته استعدادا إلى العودة للقتال سواء على جبهة غزة أم جبهة الشمال مع حزب الله هناك. أنا أشكرك من الخليل المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد، وأشكر ضيفي من نيويورك دكتور عبد الحميد الصيام المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لكما.